الآن راح ننتقل إلى المثال رقم 2 من تحليل تقييم المشاريع. طبعا حلينا المثال الأول، الآن راح ننتقل إلى المثال رقم 2. المثال رقم 2 عبارة عن مشروعين، كلفة كل مشروع 9500. إذا أعطاني كلفة المشروع أو الكلفة الاستثمارية للمشروع هي 9500. الآن طلب مني فترة استرداد، قيمة حالية، صافي قيمة حالية، معدل عائد داخلي، مؤشر ربحية، ربحية المشروع. أعطانا معدل خصم 10%. معدل الخصم راح يكون ثابت للمشروعين، هو معدل فائدة في فترة زمنية معينة. الآن المشاريع حتعطي تدفقات لمدة 5 سنوات. المشروع الأول بعطينا 6000 بالسنة الأولى، 3000 بالسنة الثانية، 1500 بالسنة الثالثة، 2000 في السنة الرابعة، 1500 في السنة الأخيرة. الآن المشروع باء أو بي بعطيني تدفق متساوي قيمته 3000 في كل عام. الآن طلب منا بعد هاي المعايير قم بتحديد إذا كان المشروع مقبول أم لا من كل ناحية من طرق التقييم. باجي على القيمة مثلا فترة الاسترداد، هل المشروع مقبول أم لا حسب المعايير اللي تحدثنا عنها سابقا. قم باختيار المشروع الأفضل من كل ناحية من طرق التقييم، بدي أختار المشروع A أو B، يعني باجي على القيمة الحالية مين أفضل A أو B. طبعا هاي باستخدام الإف، لأن لما يكونوا 3 مشاريع راح نستخدم النستد إف. وأخيرا قم باختيار المشروع الأفضل بين الجميع. الآن راح نعمل نموذج إكسل. النموذج يحتوي على الكلفة، والأفضل حتى نستطيع إنه ندخل المعادلة ونسحب نصمم النموذج إذا كانوا مشروعين بهذا الشكل. الكلفة فوق كل مشروع A و B، معدل الخصم فوق كل مشروع حتى لما أسحب. الآن تدفقات نقدية المشروع ألف أو المشروع A 6000 3500 2000، للمشروع الثاني تدفقات متساوية. الآن بدنا نعمل نموذج للحل، نحط فيه المعايير المطلوبة منا، فترة استرداد، قيمة حالية، صافي قيمة حالية، معدل عائد داخلي، مؤشر ربحية، ربحية في المشروع. الآن بعد ما نعمل المعايير بدنا نستخرج هاي المعايير، المشروع A و B، بعدين بدنا نأخذ القرار هل هو مقبول أو مرفوض للمشروع ألف وباء A و B، وبعدين نختار المشروع الأفضل بينهم. الآن راح نبدأ فترة الاسترداد، حكينا عنها أنها تقريبيا نستخرجها. الآن المشروع الأول الكلفة هي 9500، بالسنة الأولى بعطيني 6000 تدفق، بعطيني بالسنة الثانية 3000 تدفق، إذا مجموعة 9000، بدي 5000 من السنة الثالثة، فإذا هو راح يكون ما بين السنة الثانية والسنة الثالثة. الآن حسبنا أنه كل 4 شهور بعطيني 500، إذا ممكن أكتب سنتين 4 شهور أو ما بين سنتين 3 أو سنتين 4 شهور أو سنتين ونص. الآن بالمشروع الثاني، المشروع الثاني الكلفة 9500، إذا عندي 3000 بالسنة الأولى، 3000 بالسنة الثانية، 3000 بالسنة الثانية هي 9000، إذا بأخذ جزء من السنة الرابعة، إذا راح يكون 3 سنوات تقريبا وشهرين، أو ممكن أكتب 3.5، ممكن أكتب ما بين 3 و4. الآن بالنسبة للقيمة الحالية، طبعا بدنا نستخرج المشروع الأول ونسحب. إذا راح نستخدم معادلة الـ NPV، سواء تدفقات متساوية أو غير متساوية. طبعا هاي المعادلة لما نفتحها تطلب منا ريت موجود معنا، تطلب منا فاليو، هي عبارة عن التدفقات النقدية. أعطتنا النتيجة تقريبا 11385. إذا كنا مرتبين بهذا الشكل نستطيع أنه نسحب. الآن صافي القيمة الحالية حكينا عنه، عبارة عن القيمة الحالية اللي استخرجناها ناقص تكلفة المشروع. إذا بعملها وبسحب، معدل العائد الداخلي او معدل العائد الداخلي اللي هو الاي ار ار، حكينا قبل ما نحطه دائما لازم نحط الكلفه السالبه
فوق كل مشروع. فإذا بدي أضيف صف ممكن أسميه السنة صفر، بحط يساوي سالب الكلفة. طبعا ربطتها حتى إذا غيرنا الكلفة يتغير كل شيء، لأني بعمل نموذج. الآن ممكن أسحبها. بعد ذلك نستخرج معدل العائد الداخلي من معادلة الـ IRR. نفتح هاي المعادلة، تطلب منا الـ values. والقس، طبعا القس يهمل. بعد ذلك نستطيع انه نسحب حتى ما نكرر نعيد المعادلة. الآن بالنسبة لمؤشر الربحية، اما نستخدم صافي القيمة الحالية على الكلفة او القيمة الحالية على الكلفة. اذا استخدمت صافي القيمة الحالية على الكلفة بدي اقارن بالصفر، اذا استخدمت القيمة الحالية على الكلفة بدي اقارن بالواحد. اذا ممكن استخدم صافي القيمة الحالية تقسيم الكلفة بالموجب، بعدين نسحبها. الآن ربحية المشروع هي عبارة عن مجموعة تدفقات، إذا لازم أجمع التدفقات بدون الكلفة السالبة.